استاذ ممدوح صراحة فين يا ريس؟ استاذ ممدوح ماذا كنت تفعل في اداره القضاء العالي؟ والله انت اقدم سفير سياسي. كنت انا والاخ محمد عصواني طلعنا مكتب النائب العام شكرنا على مجهوده في سرعه قرار في الافراج عن محمد عصواني، وقابلنا النائب العام المساعد الدكتور عادل السعيد وشكرناه، يعني ده واجب علينا كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اشكر الناس لا اشكر الله، والراجل رحب بينا يعني، ورحنا للمحامي العام المستشار هشام الدرندلي وشكرناه على جهده الان به في انهاء هذه الماساه الانسانيه التي ليس لها مثيل في تاريخ مصر، 30 سنه ظلم يعني، فالحمد لله من قبل ومن بعد يعني. شيخ عصواني تحب أنا لسه في مرحلة عدم الاتزان، مش عارف أتكلم. الله يكرمك يا شيخ. الحمد لله بتم الصلاحات، عشت لغاية ما مشيت على رجليا تاني. الحمد لله على السلامة.